أول نقطة متعلقة في العلاقة بين الحرية والأمن، ودي معضلة هي اللي تعبانة كلنا، ودايما هي محور حديثنا ومحور بحث عن ترسيم حدود ما بين الحرية والأمن. إزاي يكون عندنا حرية منضبطة وفي نفس الوقت الأمن موجود؟ أنا بالنسبة لي الحرية حياة، لكن الأمن وجود، والحرية هي اللي بتصنع الديمقراطية، لكن الأمن هو صمام حمايتها. أنا مش متصور إنه يكون في انتخابات، والانتخابات دي هي التعبير الكبير عن الديمقراطية والتعبير الأساسي عن الديمقراطية، من غير وجود أمن يحمي العملية الانتخابية. فبالتالي هم أصبحوا مرتبطين. ويمكن بفتكر في مواطن قال لي في ميدان ميادين الثورة، قال لي: إياكم يا شباب والثورة في اللا دولة. والحقيقة إن الكلمة دي كانت بليغة جدا، لأنه بصيت بعد كده حوالينا لقيت ده في ثورات كتير في اللا دولة. فهنا كان في انتباه انه لا، احنا عايزين ثورة، لكن الثورة دي تكون واقفة عند حد، ان نحافظ على كيان الدولة المصرية، وان احنا ما نوصلش انه هذه الدولة تنهار بسبب استمرارنا في التظاهر، او بسبب انه هذا التظاهر اختزلنا في كل العملية السياسية. لكن الشباب معذورين جدا، لانه كتير من الشباب المهتمين بالعمل السياسي تايهين يا ريس، ومش عارفين يقدروا يلاقوا قنوات شرعية يقدروا من خلالها يعبروا عن نفسهم. ويمكن اتكلمنا ده في ده امبارح، وانا اتمنى ان ناخد وعد من سيادتك ان احنا نجري حوار بين الشباب للبحث عن وضع تنظيمات سياسية تقدر ان هي تعبر عن التيارات السياسية المختلفة، عشان نوقد التيه اللي شاعر بيه كتير من الشباب المستقلين.